Ajna Kostin jelle. Jelle. بعد محاولات عديدة حتى نروح لقطر نشاهد كأس العالم رغم كثرة العالية، لكن كل المحاولات باهت بالفشل. كانت محاولاتي متأخرة، وهذا الظهر مال التسجيل بعد 28 من الشهر عبارة عن وهم. قلنا شوية كانت هناك السماعة كلش قريبة. والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة ومن خلال أحداثياتي شاشة أيضا صوتها مو طبيعي، صوتها مو طبيعي، صورتها مو طبيعي، كلش واضح. حدث ذلك للمرة الأولى عام 1986 والآن يتكرر في عام 2022. أكثر دقة من شاشة السينما. إسبانيا والمغرب ربع النهائي من كأس العالم. التوزيع مجاني دعائي. شوف الوقوف في معدل مكان. طفت الكهرباء. رجعنا من قطر لبغداد. شنو رايك بالهبوط عين استاذ مفيد؟ هبطنا بمطار بغداد ورجعنا لملعب الشعب هنيه. المباراة التعادل 0-0 وفي تمديد قامت الناس ترتاح شوية. انتهت الأشواط الإضافية، هسه ضربات جزاء راح تبدي. الازدحام صار فد مرة البوع الوقوف. قطرية حارس المرمى المغربي صد الكرة.
النهاية ضربة الفوز للمغرب. ضربة الفوز للمغرب. وهم مضطر ان يبقى احكي حتى اغطي على الصوت الموسيقى من وراء حقوق النشر مال اغاني. اجواء بالضبط كانك مسافر. الموسيقى ان شاء الله بتاثر على الاجواء. غادرنا اللعبه واحنا فرحانين، وهذا حدث نادر. مول تاون سنتر، شارع المنصور، بالضبط يم مول المنصور. وكأنها أجواء خطر. تفضل.